ننتقل مباشرة إلى ضيفنا للحديث أكثر عن هذا الاندماج ومدى أهميته بالنسبة لشركة دار التكافل. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك على شاشة سي ام بي سي عربية. صباح الخير وأصبح عليك وعلى مشاهدي سي ام بي سي العربية. نتحدث عن هذه الخطوة، خطوة الاندماج مع الشركة الوطنية، تحدثنا كيف سوف تنعكس بشكل رئيسي على دار التكافل، سواء من حيث الأداء التشغيلي وأيضا فيما يتعلق برفع الكفاءة التشغيلية بالنسبة إليكم. بلا شك هذه خطوة مهمة في قطاع التأمين وخاصة التأمين التكافلي. هذا القطاع مثل ما عارفين أنه قطاع مجزأ، اندماج شركة وخلق شركة كبيرة ستستفيد منه شركة دار التكافل في إيجاد كفاءات تشغيلية أفضل، في تطوير الأعمال، إضافة منتجات جديدة، كذلك ستستطيع في الاستثمار في التكنولوجيا، وبالتالي يعني تطوير خدماته وحصول على حصة سوقية أكبر، والذي بدوره إن شاء الله نطمح فيه أنه يؤدي إلى نتائج إيجابية لمساهمينا. ماذا عن مدى تأثير الحصة السوقية بالنسبة إلى دار التكافل في السوق الإماراتي؟ طبعا الآن باندماجنا شركة وطنية وشركة دار التكافل تكاد توصل حصتنا السوقية إلى بين 3 و 4%. نطمح للعمل على تكبير هذه أو زيادة هذه الحصة السوقية، إيجاد كوادر، يعني الاستفادة من الكوادر الموجودة بين الشركتين، المنتجات الموجودة بين الشركتين، التواجد الجغرافي بين الشركتين. كما تعلمون أن الوطنية لديها حصة سوقية أكبر في إمارة أبوظبي، دار التكافل في دبي، وبالتالي وجود هذا التنوع الجغرافي سيؤدي بلا شك إلى العمل على زيادة الحصة السوقية. آخر نتائج الشركة كان هناك انخفاض تقريبا بحدود 21% في الربع الثالث، أي لأي مدى ممكن أن يحسن نتائج الشركات، وأيضا كما ذكرت على إيرادات الشركة التشغيلية؟ أعتقد نحن يعني كسوق تأمين خارج من أزمة كوفيد 19، أعتقد السوق كله تعرض إلى بعض الانخفاضات، ولكن نحن في دار التكافل أعتقد بالدمج أو الشركة الجديدة ستستطيع تطوير من خدماتها، ستستطيع الوصول إلى حملة وثائق جدد، وبالتالي إلى زيادة حصة السوقية إن شاء الله في المستقبل. في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ما مدى قوة المنافسة بالنسبة إلى سوق التأمين؟ كيف تأثرت أسعار التأمين بشكل عام في الأسواق المالية الإماراتية في ظل معدلات التضخم وكل هذه العوامل طبعا المشتتة إذا صح التعبير؟ مثل ما قلت، هو سوق مشتت أو مجزأ، يعني اليوم عندنا تقريبا 60 شركة تأمين في هذا القطاع. صحيح نحن من أكبر الأسواق في المنطقة، ولكن هناك تنافس شرس بين هذه الشركات. هذا التنافس يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وبالتالي إلى تقليل المصاريف وعدم الانفاق على التطوير. نحن نعتقد اليوم في دار التكافل ستكون لدينا ملاءة مالية أفضل، قدرة أكبر على تطوير قدرات الشركة، وبالتالي إن شاء الله إلى مساعدتها في النمو وفرص أيضا إن شاء الله في تطوير منتجاتها. فيما يتعلق بالملاءة المالية، نحن نتحدث عن التدفقات النقدية دكتور علي، إلى ما هو التوجه نحو الأسواق والاستثمار في الأسواق المالية كجزء من تنويع المحفظة بالنسبة إليكم؟ ما في شك الآن نحن كنا، يعني لو تنظر للشركتين، شركة وطنية للتكافل وشركة دار التكافل، ما كانوا قادرين على الاستثمار في بعض المحافظ أو أوجه الاستثمار. الآن عندك قدرة أكبر، اليوم تتكلم على ميزانية موحدة أكثر من 2 مليار درهم، تعتقد راح يكون في فرص استثمارية أفضل، ولكن راح نكون حذرين بحيث أن نوازن بين المخاطر والعوائد. دكتور علي، هل هنالك أي خطوة ملوحة في الأفق فيما يتعلق باستحواذ آخر أو توسع جغرافي آخر؟ بلا شك أعتقد النمو هو أحد أهداف الشركة، لكن اليوم هدفنا الحقيقي حقيقة أن نركز على اكتمال ناجح لهذا الاندماج، وبعدها إن شاء الله سننظر إلى فرص استثمارية مستقبلية.